مخالفة السائق على النظام هيتم التعامل معاه داخليا مع الهيئة. الهيئة عندها طبعا لائحة، في الأول هيتم تنبيهه وإبلاغه وإنه لازم يلتزم وإنه هو مراقب وإنه كده، وبعد كده طبعا هيتدرج. وبالمقابل أيضا لو السائقين كانوا ملتزمين وحسنوا أدائهم بالتالي ممكن يتم تحفيزهم، وأنا طلبت كده من رئيس الهيئة. يعني هو النظام هيبقى فيه نوع من تقييم الأداء زي ما حضرتك بتقولي بالنسبة للسائقين، وبالتالي يعني الملتزم هيتم إثابته والغير ملتزم هيتم تحذيره الأول وتنبيهه وكده، وبعدين طبعا ممكن الهيئة تاخد إجراء معاه. من خلال نظام التتبع هنا انا بقدر اتابع العربيه ماشيه في خط السيره ولا لا، تجاوزت السرعه المحدده ليها ولا لا، هو توقف في المحطات المخصصه ليه ولا لا، ومن خلال كده انا بقدر احاسب السواق واجازيه بسبب انه لم يلتزم بالقواعد المقرره ليه، وده بيساعد ان انا احافظ ان هو يقف في محطاته مظبوط، احافظ على زمن التقاطر الخاص بين الاتوبيسات، اقدر اخليه يلتزم بالسرعه المقرره ليه ولا يتجاوزها، للحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على عدم حدوث حوادث في الطريق. ومن خلال النظام التتبع هنا أنا بقدر أحل أي مشكلة بتطرأ على السائق، من خلال هل في الطريق فيه زحمة فببتدي أخليه يغير طريقه، أوجهه لطريق تاني قريب من نفس محطاته، ببتدي أحل المشاكل لو حصلت حادثة أو حصلت أي مشكلة، أنا ببتدي أحل المشكلة هنا من خلال غرفة عمليات اللاسلكي اللي عندي، ببتدي أتصل بالنجدة وابتدي حل سريع للمشكلة اللي طرقت على السواق. في فايدتين، فايدة عايدة على الجمهور مباشرة وفايدة عايدة على هيئة النيل العام. الفايدة اللي عايدة على الجمهور ودي الأهم عندنا، لأن احنا هيئة خدمية، إن هتجد الأتوبيس في انتظام، هتجد إن احنا شايفين وإحنا قاعدين في غرفة العمليات شايفين الأتوبيس متحرك من المحطة إلى المحطة، شايفين الأتوبيس بيغير خط سيره ولا لأ، شايفين الأتوبيس بيحمل ركاب ولا ما بيحملش، شايفين الأتوبيس بيعمل عدد الأدوار بتاعته ومنتظم في عمله ولا لأ، وبالتالي هيعود بالنفع على السواقين اللي كانوا بيغيروا خط سيرهم، السواقين اللي ما كانوش بيروحوا المحطات، اللي ما كانوش بيركبوا الركاب، اللي ما كانوش منتظمين بالعمل، احنا شايفينهم دلوقتي على الشاشات، وبالتالي دوت بيأدي خدمة أفضل للجمهور والركاب.